مساء الخير. قبل ما نبلش بالفيديو بدي اخد دقيقتين من وقتكم بس لحتى اشرح لكم عن الغراض اللي موجودين خلفي، يعني هيدول الغراض لهون وايضا لهون، هيدول اليوم جداد واول مرة بتشوفون. هل اشغال هي هاند ميد او اشغال يدوية من صنع ذوي الاحتياجات الخاصة بجمعية مصان؟ هيدي الجمعية طبعا بتعتني بكل شيء بيتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة من أجل دمجهم بالمجتمع وتأهيلهم، وأيضا بتعتمد عدة أساليب من ضمنها العلاج الانشغالي والعلاج السلوكي وغيرها من الأمور. وهيدول التحف الفنية أنا بسميهم، عمل رائع جدا مثل ما بتشوفوا بالصور، هو صنع يدوي من صنع ذوي الاحتياجات الخاصة. وحبيت اليوم بهيدي المقدمة شجعهم وادعمهم كمبادرة فردية مني. اشتريت هيدي الأغراض هون مثل ما شايفين، هيدا رجل الثلج، وهيدي البيضة هي عبارة عن صابونة بتقدروا تستعملوها للإيدين وللوجه أيضا، وهيدا شمعدان وشمعة كتير حلوة، إن شاء الله كل أيامكم بتكون شموع. وهون أيضا ورود، وهيدي الورود الزرقاء والحمراء هي صابون أيضا تقدروا تستعملوه فقط للإيدين ولا يستعمل للوجه مثل أول صابونة. طبعا إذا بدكم تشجعوا ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم رح أترك لكم رقم الواتساب تقدروا تتواصلوا مع الشخص المسؤول، وأيضا رح أترك لكم حسابهم على الإنستغرام، هو حساب جمعية مصان، رح يظهروا قدامكم على الشاشة. تقدروا أيضا تتواصلوا عبر صفحة الإنستغرام من أجل الدعم والتشجيع لأشخاص هن كتير بحاجة لدعمنا وتشجيعنا. كيف تراسل شخص بعيد وتخليه يعجب فيك عن بعد؟ لأنه المراسلة إلى أصول وإلى فنون وقواعد. هناك كتير أشخاص بيستعملوا الواتساب والتليفون والإنترنت خاصة بهيدي الأيام للتواصل مع الآخرين، وخاصة إذا كان شخص يعيش في بلد آخر. وبالحقيقة اليوم هيدا الموضوع هو إجابة على تعليق وصلني من شخص طلب مني إني أتكلم عن هيدا الموضوع، وطبعا أنا دايما بقرأ كل تعليقاتكم وبجاوب عليها من خلال الفيديوز. بالحقيقة هني 7 قواعد. أول قاعدة هي كن لبقاً بطريقة رسمية. يمكن تستغربوا كيف لبق وكيف بطريقة رسمية، يعني كيف جمعت الاثنين مع بعض. ما تستغربوا لأنه بكل بساطة رح أشرحها بجملة بسيطة، ألا وهي اكسر الجليد ولكن لا تكسر هيبتك. كيف يعني؟ يعني اكسر الجليد بمعنى يعني دايما لما نبلش بأول كونتاكت مع أي شخص سواء وجها لوجه أو عبر التليفون بيكون في حاجز أو جليد، يعني بيكون بعض الأشخاص مثل ما بنقول مش أخدين وجه على بعض. فهون أنت لازم تكسر هيدا الجليد لحتى شوي تخلق نوع من التواصل بينك وبين الشخص، ولكن ما تكسر هيبتك. يعني مش دغري مثل ما بيقولوا تبلش معه بالعبارات وكأنك إلك زمان بتعرفه، مثل مثلا عبارات بحذر كثير تستعملوها، تبلشوا حبيبي وقلبي وحياتي وانت عجبتني. هالعبارات والمصطلحات ما تستعملوها ببداية التعارف عبر الانترنت أو عبر الواتساب. أيضا الإيموجي اللي هي كتير قلوب وكتير القبولات والقلوب وهالأمور هالوجوه، ما تكتروا منها أيضا بتكسر لكم هيبتكم. هيبتكم فيكم تستعملوا بدلا من حبيبي وقلبي وحياتي وهالأمور كلمة عزيزي أو صديقي. قديه فرقت، كسرت الجليد بينك وبين الشخص ولكن بقيت محافظ على هيبتك وجديتك نوعا ما. وأيضا بدل من نستعمل القلوب والقبولات وغيرها من الأمور، فينا نستعمل وردة. يعني بدلا ما ابعت له قبلة وقلوب حمر وكتر، ابعت له وردة، هيدي بتكسر الجليد وأيضا ما بتكسر هيبتك. تاني قاعدة هي تفاعل مع منشوراته باعتدال. يعني مش ضروري كل ما نزل منشور وستوري نفوت عليها، ومش ضروري كل ما عمل اي شيء على الفيسبوك او انستغرام او حتى على الواتساب دغري نفوت ونعلق ونتفاعل بشكل مبالغ فيه، ولا ايضا نتجاهل كل منشوراته وكل ستوريز. الاثنين
غلط. ليه؟ لأنه إذا تجاهلت كل منشوراته أبداً ما تفاعلت مع أي منشور رح يبين إنك مش مهتم فيه، وهيدا الشيء نحنا ما بدنا إياه. وإذا تفاعلت مع كل شيء وبشكل مبالغ، يعني على كل شيء نزلوا تعليق ولايك وقلوب وغيرها من الأمور، رح تبين أيضاً إنك كتير محروق وملهوف عليه، وهيدا الشيء أيضاً ما بدنا يبين. باعتدال، يعني كل مثلاً 4 منشورات بنزلهم اتفاعل مع منشورين، كل مثلاً 5 ستوريز فوت على 2 أو على 3 منهم. تالت قاعدة هي استعمل معه عبارة لماذا أو ماذا تعني لك. كيف يعني؟ فرضنا أنت قلت له عجبتني هيدي الصورة أو عجبني هيدا المنشور، مش لازم تقول له فقط أعجبني وتسكت، لأنه هون عم بتحط حدود للكلام. إذا بدك تطيل الحديث وإنك تبين أكثر عمقاً وأكثر اهتماماً بالشخص، فمن بعد كلمة أعجبني هذا المنشور أو هذه الصورة سأله لماذا اخترت هذه الصورة أو ماذا يعني لك هذا المنشور. بهيدا السؤال أنت أولاً عم بتطيل الحديث مع هيدا الشخص، ثانياً عم تفتح له مجال إنه يخبرك أكثر عن نفسه وإنك تكتشف شخصيته أيضاً، وثالثاً رح تبين أنت بنظر هيدا الشخص أكثر عمقاً وأكثر ذكاءً بأسئلتك. رابع قاعدة هي ابتعد عن الأسئلة السطحية والتقليدية. أنا بدي منكم تكونوا مميزين، ما تكونوا أشخاص تقليديين وسطحيين بأسئلتكم، خاصة مع الشخص اللي عم بتراسلوه عن بعد. مثلا من الأسئلة السطحية اللي بحذركم أنكم تستعملوها هي مثل كيف كان نهارك، هيدا السؤال حذار تستعمله. وأيضا في أسئلة تانية مش سطحية ولكنها كتير تقليدية، مثل ماذا تعمل؟ ماذا تتعلم؟ هالأسئلة صحيح هي مهمة، ولكن ما تسألها بهيدي الطريقة، سألها بأسلوب مختلف، مثل هل تحب عملك؟ هل تحب اختصاصك؟ لماذا اخترت هذه المهنة؟ لماذا تعلمت هذه الحرفة أو هذا الاختصاص؟ خامس قاعدة هي لا تكشف كل أوراقك ولكن لا تبالغ بالغموض، لأنه إذا كشفت كل أوراقك مشكلة، وإذا بلغت كتير بالغموض أيضا مشكلة، هيدا الشيء منفر. كيف يعني؟ خليني أعطي مثال. فرضنا بده يسألك عن علاقاتك السابقة أو عن الإي أكس، بتخبره انه بالفعل كان لديك علاقة، مش انه تقله ما بدي احكي بالموضوع وتسكت او تجهل رسالته، هيدا الشيء غموض مبالغ فيه وهو منفي. جاوبه على سؤاله وقله انه بالفعل كان عندي اي اكس او كان عندي علاقة سابقة ولكن لم ينجح الامر او حصل سوء تفاهم. ما تكشف كل ورائك هون، بمعنى مش تبلش تخبره انه صار كذا وكذا وكان شخص خائن وكان شخص كذاب، وتبلش تخبره عن كل تفاصيل علاقتك السابقة، وخاصة تستعمل مثلا عبارات مهينة بحق الشخص اللي كنت على علاقة سابقة معه. هيدي الاستفادة بالحديث وبالتفاصيل من شأنها ان تكشف كل ورائك امام هيدا الشخص. فمش غلط تخبره عن علاقاتك السابقة، ولكن ما تخبره عن كل تفاصيلها وخاصة التفاصيل السلبية. يعني فيك تكتفي انه ربما كان افضل مني ولكن ما حصل اتفاق، ما حصل تفاهم، يعني مش معناها انه انا افضل منه او هو افضل مني، ممكن هو افضل ولكن ما حصل تفاهم او اتفاق بيناتنا، واسكت. سادس قاعدة وما قبل الاخيرة هي كتير مهمة، انه لا تغضب حين يختفي. كيف يعني؟ مش انه والله شفته للشخص اختفى او انت بعثت له رسالة وما رد عليك، طلقت التليفون وتبلش فيه رسائل او تعمل له بلوك او تعصب وتتصل ليه ما ردت ووينك اختفيت، لك يومين مختفي وغيرها من الامور، هيدا الشيء كتير غلط. بمجرد ما اختفى او بعثت له رسالة وما رد، تقعد على جنب، ولما يرجع حتى لو رجع بعد شهر انت ما تضلك تبعت وما تضلك ترس، خلص بعت مرة طمنت عليه او سألت عنه وهو ما رد على سؤالك، اصمت واقعد على جنب. ولما يرجع هيدا الشخص من تلقاء نفسه يحكي معك، اسأله بكل بساطة ليه اختفت او وين كنت، ولكن مش باسلوب العتاب. اذا عطاك ظرف مقنع وحقيقي وفعلي فهون بتسكت، ولكن اذا ما عطاك ظرف مقنع وتكرر هيدا الاختفاء
من قبله، فما عليك إلا أن تطبق محتوى الفيديو. طبق هذا وستجد من يضعك احتياط يفقد صوابه أثناء غيابك. هيدا الفيديو تمن عيده موجود في كل النقاط كيف تتعاملوا مع هيك شخص. سابع قاعدة والأخيرة هي الاعتدال بالمبادرة. كيف يعني؟ يعني مش دايما أنت تبادر وبدي أرجع عيد حتى إذا كررتها. هيدا كتير مهمة للتواصل عن بعد، يعني مش دايما الخطوة الأولى منك والمبادرة الأولى منك. من أول بداية التواصل مع هيدا الشخص لبعيد دايما حافظ على توازن بالمبادرة. يعني فرضنا مرتين أنت بدرت واللي بلشت بالمحادثة، اصمت لحتى هو يرجع يبادر المرة الثالثة، مرة بمرة، مرتين بمرتين، ولكن ما تبادر أكثر من 3 مرات فوق بعض. يعني لما تلاقي أنت أكثر من 3 مرات أنت اللي بدرت، توقف عند المرة الثالثة لحتى هو يرجع ويبادر وياخد الخطوة الأولى. لا، لأنه إذا عودته أنه أنت اللي دايما تبادر وكل مرة تبادر رح يتعود، ورح يصير هو أصلا يعتبر أنه عدم مبادرتك إما هي تجاهل منك أو هو واجب عليك، وأيضا رح يستخف فيك لما يشوفك دايما أنت عم بتبادر. فهون أهم قاعدة هي أنه نضلنا محافظين على توازن بالمبادرة بيننا وبين هيدا الشخص.